كما قلت هو ليست تشريف ولكن هو مسؤولية حقيقية، لأن الجماعة ديال مدينة طنجة كتعرف اختلالات بنيوية على المستوى المالية ولا على مستوى، هناك تحديات وانتظارات مهمة جدا. احنا جاوبنا على الأصوات ديال المواطنين من خلال اعتماد نخب شابة في المكتب لأول عند أول تجربة لها، أول ممارسة سياسية وأول ممارسة كذلك انتخابية، وبالتالي جاوبنا من خلال تشكيل ديال هذا المكتب من خلال العناصر، ولكن باقي خصنا إجابات أخرى هي اللي يمكن أنها نوضعوا اللمسات ديالها في إطار التدبير ديال الجماعة طنجة، اللي هو غيكون تدبير عنده تحديات كبيرة وإشكالات كبيرة اللي خصنا نجاوبوا عليها باش يمكن نحققوا الغاية ديال المواطن، هو فعلا أنه اختار البديل والبديل الأنسب. هو أولا بناء المجالس المنتخبة من خلال التحالفات السياسية، هذه إشارة مهمة للقطيع مع التحالفات اللي كانت كتكون عندها طابع شخصي وعندها مثلا كان تم الترحال ديال الأعضاء والخلاص إلى آخره. أول إشارة ديمقراطية مهمة اللي خلقت التحول هو التحالف عبر الأحزاب السياسية اللي غيكون فيها واحد النوع ديال الالتزام الحزبي والانضباط كذلك من أجل تحقيق ديك الأهداف ديال التحالف. تبنى التحالف ديال مدينة طنجة من خلال ثلاثة الأحزاب، ونضاف مؤخرا الحزب ديال الاتحاد الدستوري باش يعطي واحد النوع ديال، أولا تقريبا كتعم جميع الألوان السياسية، لأن ضروري خصك تكون عندك واحد النوع ديال التوافق في المجلس باش ما تكونش المعارضة بديك الطريقة ديال المعارضة من أجل المعارضة، ويعني ويعيق السيرورة ديال التدبير ديال الشأن المحلي مدينة طنجة. هذا الانسحاب عادي، ما يمكنش أنك ترضي الجميع، ما يمكنش أنك تلبي الرغبة للجميع، ولكن حنا بقينا منضبطين مع القرارات ديال المنسقين ديال الأحزاب السياسية التي شكلت التحالف. أهم رهان هو الإشكال المالي بالدرجة الأولى، أن ما يمكنش أننا مدينة طنجة أنها تسير بواحد الميزانية التي تتراوح في حدود 80 مليار، وحنا باش يمكن تكون عندك واحد التدبير سلس خصنا نوصلوا 120 مليار. إذا هذا الفرق مع الالتزام الكبير ديال القطاع ديال النظافة اللي كيدي تقريبا 61% من الميزانية العامة ديال الجماعة، هنا إكراه، كاين إشكالات بنيوية على مستوى التدبير المالي. حنا بصدد وضع الحلول والإمكانات اللي يمكننا نحلوا بها المشاكل المالية بالدرجة الأولى، هي المعيق الأول والأساسي في العملية ديال التدبير في مدينة طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.